أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة سانت كاترين سوف تشهد هذا الأسبوع احتفالا كبيرا بمجمع الأديان بدير سانت كاترين، وذلك للاحتفال بميلاد القديسة كاترين. وأعلنت مديرية الأمن حالة الطوارئ والاستنفار القصوى بالمنطقة، وتم الدفع بقوات ونقاط تفتيش على طول طريق سانت كاترين فيران، ووضع قوات تمركز مزودة بأسلحة للرد والتدخل عند أي هجوم. إلى حالة الطقس، شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب غدا صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرية والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد. هذا ما حذر منه خبراء الأرصاد الذين توقعوا أيضا أن يكون طقس الغد معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره. وإليكم بيانا بدرجات الحرارة.